حبيباتي رجعت نكمل الفيديو ان شاء الله الجزء الثاني طريقة الخياط. طبعا انا للاختصار الفيديو لان هواي هواي طولت بالفيديو مات الفصال، فما اريد هذا همين يطول لان شوية يصير ممل اذا يصير طويل الفيديو. بس انا تعمدت يعني هذاك الفيديو طولته على مود الشرح يكون مفصل لكم للمبتدئات. طبعا هسه راح نبدي بصفحة القدام، راح ابدي ابطن. طبعا انا حضرت الردان، قلت لكم بالفيديو السابق انا دائما احضر الردين واحضر بطانة الظهر. زين هاي حضرت الردين مثل ما قاعد تشوفون كملتها، وبالنسبة للظهر هم يعني كملته. شوفوا هم خلصت الظهر، شو بقى؟ بقى عندي القدام. هسه اسوي قدامكم البطانة مات القدام. زين وهذا هم عندي الكيبورد، العفو الستريج. اول ما راح ابدا راح ابدي ابطن. شوفوا بنات طبعا شوي عليت التصوير حتى يكون اوضح. راح ابدي هسه ابطن القدام تصورها. طبعا انا مخليه خيط اصفر ومخليه الملكوك هم اصفر، لافة ثلاث ملكوكات اصفر، هي اثنين كافة على دشداشة اذا ما بيها هواية شغل. شوفوا بالمربع ارجع ادير لما اوصل الركن. زين حبيباتي هذا همينه. شوفوا اذا طلعت هيك عندكم البطانة اطول من القصة تاخذوا لها هيك بنسة هالصورة، هاي كسرة او بنسة كيفكم حتى تصغر عندك. بعد هاي راح ابدي اقصصها، خصوصا عند الركونة لازم تتقصص على مود منتقل بيها تصير مرتبة. شوفوا حبيباتي هسه راح اجي اقلبها، اما هيك اقلبها كالعاده، بس انا اريد من انا هيك اغلفها تغليف احسن. باعوا اكمش هذا المكان، شوفوا بهالصوره هيك واقلبها. يعني هي كفه هي بنفس الوقت قبطانه وهي راح تصير مرتبه. زين بعدها اجي اقلب هاي الصفحه همين. باعي اول بدايه عدلتها هيجي نوب، ارجع اطبقها بهالصوره. تصير شغلتي مرتبة وخياط حلو. شوفي اول بداية بهالصورة هاي هيجي كفيتها، بقت عندي هاي الصفحة اهم هالصورة. طبعا القدام راح ادير عليه سراوين من هذا الدانتيل. طبعا صراحة انا الدانتيل هذا كلش عاجبني، يعني قبل من زمان انا عاجبني هذا من قبل يعني مو هسه. شوفوا شكد حلو طلع الخياط رتب، باعوا نازك لا بيفد فد شي طالع وها يعني حلو. هسه راح ابدي اخلي السوتاج، هذا سوتاج
تقدرين بس بالنص تخيطينه، ما تخيطين منه ومنه. راح ادير عليهم سرة ثاني صفة. شوفوا حبيباتي بعد هذا الشغل راح اخلي الحزام زين. طبعا كلش حلو صار مرتب. راح اجي هسه اخلي الحزام، بس الحزام بالاول نحضره. خل هاي على صفحه، بالاول احضره. عندي صفحه طويله وصفحه قصيره. شوف ياها الطويلة ياها القصيرة، لأن هاي محضرتها تطوالي كنت يكون طلع بي نقص. هذا هو قصة بيها شوية عواج من هنا، فأنا راح أعدلها بالخياط. في هذا الوجه مالت ال شو اسمه الستريج زين، واجيب هذا الوجه مالت الستريج همينه. لا بالعكس غلطت، منه ومنه هاي شباب. يعني هذا وجه وهذا وجه زين، راح اخيطها اثبتهن يعني حتى اقدر اربطهن بالدشداشه زين. شوفوا حبيباتي اعدل وامشي.
هذا طلع عندي زايد بالطول، هاي خليته لا تطوالي، هذا راح اشوفه مو تطوالي راح اخليها تصير لي جوه يعني ما تبين، حتى البنيه ما تنحرم من عندي. لهذا خليت القطعه تفرج طبقتين، مثل ما قاعد تشوفون بقى حبيباتي. هسه اجي اقص شكو زايد بالقماش زين حتى ابدي بالخياط. شوفوا حبيباتي، هسه انا حتى اذا اريد اخلي على الوجه اللي خليت بيه التطواله هم ياثر، بس انا راح اخليه على الوجه هذا العدل زين. كيف انا صفحة اريد ابلش بيها، ابلش صفحة احسن. اخذ الصدر مالتي زين، ابلش من البداية، راح اخذ على قد سنتيم يعني اصبع الا زين، اخذ اخلي الخياط متساوي على مود القطعة تطلع عندي عدلة. شوفي ارجع اثبت عليها بالخياط، طبعا هاي الخطوة ترديني سويتها دي ما سويها عندي يعني مخيرة. طفت عندي الكهرباء. شوفوا حبيباتي هسه انه اجت الكهرباء بالمناسب. شوفوا راح اخيط بالكهرباء، يعني هاي معلومه اخاف ما حد يعرفها وانا راح اعلمكم عليه. منو ما يعرف الكهرباء طفت مبينه صارت ظلمه. شوفوا هسه راح اجيب ناحيه التنوره احاول اخلي الخياط متساوي على مود شنو تطلع عندكم القطعه زين. اذا مثل اخذتي مثل هنا نص اصبع وهنا اصبع فش راح اصير صاعده ونازله، يعني ما راح تيجي مستوى واحد زين. انتو بنات اعذروني يعني خاف الفيديوهات طويله، بس يعني ما اقدر يعني لازم اشرح لكم بالتفصيل. اذا اختصرت الفيديو هواي بنات يجون يقولوا لي ليش ما اختصريتش الفيديو، احنا نريده شويه يعني تفهميني اكثر بيه، وظليت محتاره ناس يجي تريد ناس يجي. طبعا العفو بعد ما اكمل راح اجي اخلي هنا فيونكه وانزل بيها شريط من نفس القماش الاصفر والقماش هذا الكشمير. بالمناسبة البنات هذا القماش كشمير، والكشمير لازم 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 هو والكودري لازم ينغسل قبل الفصال، لان
يطفر. هسه انا خلصت هذا باعه زين، راح اجي اساوي اقص هذا الزايد زين حتى ابدي اربط الاكتاف. شوفوا حبيباتي هسه انا سويت هاي الصفحة، شوفوا بس قصيت الزايد كما قاعد تشوفون. شوفوا المسطرة شلون اجت متساوية، قد اربع اصابع. هسه ايش راح اجي؟ راح اجي اميل الكتف كون يكون ميلان الكتف ورا وقدام نفس الشيء. طبعا انا مايلتها شويه مو هواي بس الظهر ما مسويته، خليني اسوي وياكم. ضاعوا حبيباتي، الظهر طبعا كل شيء ما خليت بيه من القطعه الصفراء بس القدام، ولا سويت بيه قصة. اذا تردون قصة تسوونها عادي، انا ما سويت بيها قصة للسهولة يعني. زين شوفوا هاي طلع عندي هنا شوية زايد، اخلي همينة هذا القدام والظهر، خلي بس اساويها. طبعا هو هنا المكان شوية مزدحم بس انا على مود التصوير. شوفوا حبيباتي بالنسبة للكتف راح اخذ من الكبر مالتي، لان احنا اخذنا 10 سنتيم. قلت لكم لازم يكون شقد، اذا 10 سنتيم لازم نسويه على 8، فانا راح اخليه على 9 سنتيم ويا الخياط راح يصير 8، لان اصبع راح يروح بال الخياط. زين ملت نسوي راح اجي اخذ 9 سنتيم، هاي 9 سنتيم، اجي اخذ 9 سنتيم، هذا هو اعدله بالبداية ابدي انزل. شوفوا هذا راح يروح اصبع وهذا راح يضل كتف. زين هاي ملاحظة لا تنسونها، اذا تردون تكبرون الحفرة زين لازم تصغرون الكتف، لان انت بعتبر قاعد تاخذين من الكتف صح لو لا. هسه خلونا نربط الاكتاف، وراح تكون الربطة كل سهلة، بس مجرد ما تربطيهن بهالصورة هاي وتدكيهن. هذا هو شوفوا حبيباتي، هسه راح اجي صفحة القدام، هاي هي صفحة القدام زين، وصفحة الظهر هذه هي كل سهلة. هاي طبعا هذا الربط كلش سهل، يسمونه ربط عادي يعني. راح اخذ سنتيم اول بداية اتقل عليها لان حتى ما تنفتق زين، واكمل. نفس المساحة اللي اخذتها هنا اخذها هنا أنا. زين خلاص عندي الملكوك، ها شوفوا شلون مجهزة للاحتياط. طبعا البنات الملكوك هيجي سحبين الخيط عليك داخلي بهاي الفتحة. زين هسه ورا ما خلصت هاي الخطوة راح اجي افتحة هالصورة هاي، ها هاي خومة هيك تظل، راح اجي هيك اموت عليها بالخياط.
شوفوا حبيباتي هسه نكمل الحفرة العفو الثاني. طبعا انا ما اصور ما اشوف، قاعد تلاحظون بالتصوير دائما دائما بالي مشتوت، يعني مو يم التصوير ولا يم الخياط، لان على طول لما اصور يجون جهالي كل ساعة يمي، اطفالي يلا اطفالي كل ساعة يجون يمي، فلهذا يعني ما يبقى بالي يم التصوير كل ساعة كل ساعة شنو كل ساعة كل ساعة أظل أفصل التصوير. هسه راح أبدي بالردن. أجيب المنتصف، هو بيه خياط المنتصف النص مالته وما يحتاج من أنا أبدي بيه، يعني أنا أقدر أبدي بيه من أنا. بنات سعر هاي الدز يوم شنو السالفة دزداسي ويعني ما اعرف كل ساعة اغلاص شي شنو السالفة، هاي سعرها 7000 خياطة. هواي بنات واكو بنية حلفتني بام البنين، طبعا انا ما احفظ الاسماء، قالت لي عليك ام البنين كل ما تخيطين تذكرين السعر، يلا ذكرت السعر ولا يهمك، هسه هم مرض وهم اقول شعر خلص. ما الناس تعبانة هذا الغلط. خلصنا، هسه نربط الجوانب. طبعا الجوانب انا مخليه بيها عرض، حلفتني بام البنين، طبعا انا ما احفظ الاسماء، قالت لي عليك ام البنين كل ما تخيطين تذكرين السعر، يلا ذكرت السعر ولا يهمك، هسه هم مرض وهم اقول شعر، يلا خلينا نخلص. ما الناس تعبانه هذا الغلط. خلصنا، هسه نربط الجوانب. طبعا الجوانب انا مخليه بيها عرض اصبعتين باع بنات، شلون صار حتى الخط عدل وياه، هسه حجي اربطهن سوي
احنا اخذنا هناك القياس مالت الردن شبر واصبعتين، فانا راح اخذها شبر ليش انها شوية اطول من يمها. عدل الصفحتين، ما اجر القماش لان هذا ستريجي متعدي وبعدين ما راح يعدل الخيار. زين شوفوا بنات مشيت هساني على اصبعتين. زين بعد هذا راح ابدي اقلل ورا مع عبارة صفحة الخصر، راح ابدي اقلل. شوفوا بنات قاعد تلاحظون شلون قمت اقلل، ما اعرف اذا مبين عندكم بالتصوير، يعني كل شيء بالتدريج، اصبعتين ومنوب على اصبع ونص، شويه شويه مو راستين تنهين على اصبع. زين طبعا انا الحافات هاي كلها راح ادقها اوفر، ولا راح تسألني على ماكينة الأوفر، ماكينة الأوفر أخذتها ب175 وماكينتي هاي جاقيت، اسمها جاقيت صناعي. اللي تريد تشتري ماكينة أنصحها طبعا بالصناعي، لأن صناعي أحسن نوعية هي الصناعي. صناعي عندك جاقيت وعندك برادار وعندك جوكي وبعد هاي كلش خوش نوعيات، وبنفس الوقت هم هي يعني عملية. اكو صناعات من يمهن صيني درجة اولى، هسه انا مالت الصيني درجة اولى، واكو بيهن ياباني، واكو بيهن هندي همينة. انت يعني هن ثلاث نوعيات زينة، انت شوفي ترى الصيني اللي يجي بيها الصيني درجة اولى، يعني مو صيني عادي هذا الرديء. زين اخذتها هاني ب325، هسه قاعدة يبيعونها ب300 او 350، وتقدرين يعني اذا تاخذينها مثل مستعملة حسبة 200 و250 هم كل زين سعرها. بالنسبة للاوفر، الاوفر انا ماخذتها ياباني، بس يعني ما ارتاحت لها ابد، الاوفر مالته ما ادري شلونه فما حبيتها، يعني تندمت قلت لو ما اخذ صناعي احسن لي، مزيدتها يعني 100 ما اخذت لي صناعي مستعملة هواي احسن. شوفوا بنات هم اصبعتين وراح اكمل لحد النهايه. شوفوا حبيباتي هسه انا بديت احضر الورده اللي بالنص الفيونكه، زين حتى اشوفكم. شوفوا بنات راح اخذ تقريبا قد اصبعتين، زين قص هذا زايد. زين راح اجرب هالصورة هاي بعض، شوفوا من واحدة صار شريط، هو بعد ما يحتاج انه اسوي واكف هاي باي اساويها، اجي من ورا اخيطها. تقلت عليه تقريبا مرتين ثلاثة، لا تقريبا ثلاث مرات أربعة، أي شوفوا هسه هاي بهالصورة هاي. هسه راح شوية أجي أثبتها بلاصقة بالوجهين من هنا هيك شوية بس أثبتها، وإنه برجع أخيط. شوفوا حبيباتي طبعا الوطنية عندنا طافية بس السحب عندي فما قدرت استخدم الأوتي. شوفوا فتحت أنا هذا النص مالتها باعوا، هذا النص
هذا مو نص، العفو الجانب يعني الصفح، بس اقصد يعني هي القطعة اللي بين النص، هذا قصدي. نديرها بهالصورة هاي هيجي، اثبتها شوية هيجي شوية هيجي، راح اجي اثبت الصفرة اول بالاول، اذا اريد بس البنص احسن حتى ما تنام الوردة في النوب، احنا نريدها مصحصحة نشربها في اليوم زين. هاي الوردة الثانية همينة بس بالنص، قطع هاي الخيوط على مود خياطنا يطلع حلو. طبعا انا حضرت ماكينة الاوفر على الماكينة، فلهذا تقعد تشوفون هاي الوايرات. هسه احنا عندنا خلص زين، هسه راح اشوفكم شلون راح نقص قصة الكلوش. شوفوا حبيباتي هسه وصلنا لحد الكف، ان شاء الله خلصنا. شوفوا بنات هذا الطول مالتي، انا ايش راح اجي ما دام عندي اوفر فراح انطي اصبع فقط زيادة، ما راح انطي اكثر، بس على دقة الاوفر زين. هسه راح اجي، شوفوا بنات انا من نوع على هذا الحداد، راح اجي اقص بعو ايش قد انا جاي انطي اصبع، اجي اخذ الاصبع بهالصورة هاي واقص، اقص عدل، اقص عدل اول بداية، بس احدد الطول اللي انا رايته حددت زين. هسه بعدني ما مقوسه الش اسمه الجوانب، هسه راح اجي بالنسبه للجوانب راح اخذ 5 اصابع زين، اجي اقص. شوفوا خلصت هاي قصة الكلوش، وان شاء الله فهمتوها. اهم شيء مو تقصون هيك مثلث، لا منا يعني تقريبا تتركون فتر، ها هذا يبقى عدل زين، ومنا ما تتدور فتر او شبر، فتر يعني تقريبا 16 سنتيم او 17، والشبر يعني 20 سنتيم زين. هاي تركته من انا عدل والباقي من انا قوسته، اتبعوا هاي الخطوه وتنجح 1000000% عندكم. يلا هسه راح ادق اوفر وارجع وياكم بالتصوير، لان انا هوايه مصوره بالاوفر فماكو داعي.